بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو راح يكون فيديو توضيحي لطريقة تسليم الواجب على الويبينار. طبعا كلنا بنعرف إنه في كتير بيعانوا من رفع الملفات، بالأخص لما بتكون ام بي 4 أو ام بي 3، وبالأخص إنه بيقبل الملفات صوت. فإحنا بكون عندنا مشكلة إنه بكون عندنا الملفات المقبولة هان حسب نوع الملف اللي بيقبله موقع الويبينار. فإحنا بتكون صيغة الملفات الأوديو بتكون بشكل اما AAC او IFA او الصيغ هذه المتاحة. هنا اغلب الصيغ اللي بتم قبولها بتكون من ملفات M4A. في الام بتري احنا حسب، في ناس بتزبط معهم في ناس ما بتزبط معهم، فاحنا لازم ايش نحاول نحول صيغة الملف لاكثر من صيغة ونرفعها، واللي بتزبط معنا هيها زبطت. تمام، في عندنا موقع حنا اسمه اللي هو تحويل محول الملفات. خلينا نجرب على ملف M4 بدي احوله لملف M3. عندنا مثلا هذا الملف، بقوم عملية سحب، بضغط حطه هنا. تمام، بدي انا احوله مثلا لصيغة M4A، هاي ملفات صوتية M4A. بقول له ايش يعمل تحويل، بنتظر حتى تم التحويل. راح اسرع الفيديو لانه ما اطولش عليكم، قرب انتهى، تم الانتهاء، بتم عملية تحويل الملف المطلوب، هاي يتحمل. نقوم بعملية التنزيل. تمام، حافظ. تمام، الحين احنا نزلنا الملف، هذا الملف اللي نزلنا نقوم برفعه وين؟ على الويبينار. الملف اللي نزلناه بنقوم برفعه على الويبينار، بننتظر حتى السطر هذا يخلص، انه هيك فضلك قاعد بتم رفع الملف من جهازك على موقع الويبينار. لازم ننتظر حتى ايش ينتهي الخط، خط التحميل. راح اسرع الفيديو شوي. هيك بكون الملف تم تحميله. بعد بحط اضغط على حفظ التغييرات، ولكن انا مش هحفظ لانه انا ايش الواجب فعليا انا مسلمه، هذا واجب اخر. هاي هنا لم تم رصد الدرجه المسلمه للتقييم، وهي الملف تم رفعه هنا. ولكن للاحتياط يعني ايضا زياده، انا عامله الملف برزنتيشن فيديو، فرحت برفعه على الدرايف. بعد باخذ رابط المشارك، اهم شيء اعمل الحصول على رابط المشاركة. الرابط هذا بعمل له نسخ، وبقوم باضافته وين؟ في التعليقات. هنا في التعليقات تعمل اضافة تعليق، تعمل لصق. تمام، تعمل ايش؟ حفظ التعليق. لما بعمل حفظ التعليق راح ينحفظ هنا التعليق. الدكتور لما بشوف التسجيل الصوتي لو بده يطلع على الفيديو البرزنتيشن اللي انت مسجله، فبشوف التعليقات وبقيمك عليها ايضا. تمام، بالنسبة للبرنامج لو رجعنا هنا، بامكانك تحول الملف من اقل لاكثر من صيغة. يعني اي ملف انت بتضيفه، اي ملف بتضيفه بامكانك تحوله من اقل لاكثر من صيغة. يعني في كتير صيغ حسب الصيغ المتاحة هان. لو هذه الصيغة مثلا ما زبطتش، ممكن تجرب الصيغة هاي، ممكن تجرب الصيغة هاي، ممكن تجرب أي صيغة، بحيث إنه إيش الويبينار يقبله وتقوم بعملية التسليم. بس، والسلام عليكم وشكرا على الاستماع. سلام.